نشوب حريق في كابل كهرباء بمستشفى بولاق الدكرور العام غرب المحافظة. تلقى العقيد حسام السيسي مأمور قسم بولاق الدكرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من المستشفى، فأبلغ الحماية المدنية على الفور. انتقل رجال الدفاع المدني لمحل البلاغ وتبين اشتعال كابل الكهرباء، وتمت السيطرة على الحريق سريعا قبل امتداد الأدخنة لغرف المرضى. مسؤولي الحي اختاروا طوارئ الكهرباء لإصلاح العطل وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.